بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله يعدكم بالنصر والثبات، فهل أنتم متخاذلين عن نصرة هذا الوطن؟ ما جاءت هذه الآية إلا لتؤكد في ثورة 14 فبراير إلا في سبيل الله لاقتلاع الظلم والجور عن هذا الوطن وأبنائه. عاث الطغاة في أرضنا الفساد، ففعلوا ما لم يجرأ اليهود على فعله، هدموا بيوت الله وحرقوا القرآن وقتلوا النفس البريئة، واعتدوا على النساء والأطفال، واعتقلوا الشيوخ والشباب، وجرائم تندى لها الجباه من هولها. فكيف نتهاون أو نستسلم لهذه العصابة؟ نعم، هذه العائلة الحاكمة هي عصابة استحوذت على ثروات البلد لتترك لأبناء هذا الشعب الفتاة. لن نرضى عيش الذل والمهانة. هيهات منا الذلة، نعاهد الله والوطن، وأهالي الشهداء. نعاهد الله والوطن وأهالي الشهداء والمعتقلين والمطاردين والمهجرين. أننا على درب العزة ماضون، وعلى طريق الشهادة سائرون. لا ترهبنا دباباتهم ورصاصاتهم المعتدية. نعم، لا ترهبنا رصاصات الغدر، فالرصاصة التي استقرت في رأس شهيدنا الغالي فاضل عباس مسلم بالأمس، والدماء الطاهرة التي سالت هي وقود هذه الثورة. لن نقف مكتوف الأيدي، وشبابنا المضحون يصفون الواحدة والآخر، والجاني حر طليق. سننكد عليكم حياتكم يا مجرمين، وسنقف شوكة في حلق كل قاتل وسافك للدم الطاهر. طال الزمان أو قصر سننتصر، طال